بموقع طوما الأركيولوجي بالدار البيضاء تم اكتشاف بقايا أدوات بشرية تعود إلى مليون وثلاثة مئة ألف سنة قبل التاريخ الاكتشاف العلمي المشترك المغربي الفرنسي تم الكشف عنه خلال ندوة صحفية بالمعهد الوطني للتراث والآثار بالرباط جاء بعد تحليل أدوات تتكون من حصى الماريوت بالموقع الأثري توما لام التي تعود إلى الثقافة الآشولية المعروفة بالعصر الحجري الأدنى النتيجة التي تم الكشف عنها اليوم هي نتيجة سيتم نشرها, نشرها إن شاء الله في مجلة في ريبورت وهذه مجلة مجلة علمية ذات صيت عالمي وانه فخر بالنسبه لنا على انه هذه النتائج يتم نشرها بهذه المجله هذا المعطى الاول المعطى الثاني هذه نتيجه لواحد سنوات من من الجد ومن العمل المتواصل في مختبرات وعبر حفريات ميدانيه الى اخره اكتشاف اقدم اثر للثقافه الاشوليه بشمال افريقيا في الطبقات الاثريه المعروفه بالمستوى الاركيولوجي لام بموقع توما بالدار البيضاء ليس الاكتشاف الاول فهي منطقه تعرف حفريات وابحاث منتظمه منذ سنه 1985 من قبل فريق بحث مغربي فرنسي وقد مكّن الموقع من العثور على حصى طبيعية وبقايا حيوانية متحجرة وغيرها شنو هي الأهمية ديال هذا آه الاكتشاف بالنسبة للمغرب وبالنسبة لإفريقيا الشمالية وبالنسبة للعالم عموما هو أن آه مي كنقولوا الثقافة الأشورية كنتحدثوا على العصر الحجري القديم الأدنى أقدم البقايا ديال هذه الثقافة في إفريقيا آه وجدناها مثلا في إفريقيا الشرقية وكترجع لمليون و800 ألف سنة وجدنا أيضا في إفريقيا الجنوبية بين مليون و600 ألف سنة ومليون سنة لكن في إفريقيا الشمالية آه مليون وثلاثمائة ألف سنة كي يصبح. عبر هذا التاريخ الجديد وعبر هذا الجديد هو اقدم تاريخ لهذه الثقافه اللي كتميز العصر الحجري القديم الادنى اشغال هذا البحث العلمي تندرج في اطار برنامج البحث المغربي الفرنسي ما قبل التاريخ بالدار البيضاء المنجز بموجب اتفاقيه تعاون ثنائي بين المعهد الوطني للتراث والاثار ووزاره اوروبا والشؤون الخارجيه وجامعه بول فاليري الفرنسيه